بالمختصر من قناة سهيل، مرحبا بكم. محافظ محافظة مارب اللواء سلطان بن علي العرادة يؤكد صمود مارب في وجه المشروع الإيراني، ويقول إن الشعب اليمني سيرى ما تقر به الأعين خلال الأيام القادمة. المحافظ العرادة يقول إن مارب كسرت أنوف ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية في البداية وستقضي على مشروعها في النهاية، وأن الحوثي لن يدخل مارب حتى لو خرج حسين من حفرته. المحافظ العرادة يدعو إلى الابتعاد عن شخصنة المعركة أو جعلها معركة حزب أو قبيلة، ويؤكد بأنها معركة يشترك فيها جميع اليمنيين وتقف معها القبائل اليمنية عن بكرة أبيها وكل الأحزاب اليمنية وكل شرائح المجتمع. ويقول العرادة إن المعركة معركة كرامة، ومن التسطيح إهداء هذا الفخر لحزب أو جهة أو قبيلة معينة. قوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحبط ليلة أمس هجمات ميليشيا إيران الحوثية في جبهات جنوبية في محافظة مارب، وتلحق بها خسائر كبيرة. مصادر ميدانية تقول إن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجمات لميليشيا الانقلاب الحوثية في جبهة ذنة جنوب محافظة مارب، وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد. مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس يغتالون مسؤولا في وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن. مصادر صحفية أكدت اغتيال مدير غرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية علي ثابت برصاص مسلحين ملثمين قرب منزله في مديرية دار سعد. وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك يحذر من خطورة تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة العربية عبر الإطاحة بأنظمة الحكم وإقامة أنظمة حكم جديدة قائمة على الموالاة لنظام الملالي، ويقول إن تمكين الميليشيا في جزء مهم من خارطة الوطن العربي يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة العربية. ختام المختصر، في أمان الله.